مشاهدي ومتابعي موقع تلفزيون يوم السبع في كل مكان، بنجدد التحية على حضراتكم. متواجدين معاكم من داخل محافظة الدقهلية، بنرصد لحضراتكم إقبال المواطنين على معارض أهل رمضان بمحافظة الدقهلية اللي تم افتتاحها بالأمس. يمكن شهدت محافظة الدقهلية افتتاح 21 معرض لمعارض أهل رمضان على مستوى مدن محافظة الدقهلية، تم توزيعهم على المدن بالكامل. 21 معرض بتشهد مدينة المنصورة إقامة معرضين. يمكن متواجدين معاكم الآن داخل إحدى المعارض واللي بتشهد إقبال كثيف من المواطنين لشراء السلع الغذائية ويميش رمضان واللحوم وجميع المنتجات والمواد الغذائية، واللي بتشهد يعني تخفيضات تصل إلى 30% من داخل معارض أهل رمضان بمحافظة الدقهلية. زي ما حضراتكم متابعين معنا في الشاشة، هناك إقبال كثيف من المواطنين على معارض آل رمضان في محافظة الدقهلية لشراء السلع الغذائية والمنتجات الغذائية واللحوم ويميش رمضان بأسعار مخفضة تصل إلى 30% من داخل محافظة الدقهلية. وكما ذكرت لحضراتكم أن محافظة الدقهلية شهدت إقامة 21 معرض على مستوى مدن محافظة الدقهلية، يتوفر فيهم جميع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30% للمواطنين مع يعني حلول شهر رمضان المعظم. يعني إقامة الدولة المصرية على مستوى محافظات الجمهورية معارض أهل رمضان بأسعار مخفضة أمام المواطنين. يمكن موجودين معكم الآن داخل محافظة الدقهلية، بنرصد لحضراتكم إقبال كثيف من المواطنين على شراء المنتجات والسلع الغذائية ويميش رمضان واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%. يمكن متوفر جميع السلع الغذائية والمنتجات ويميش رمضان واللحوم أضافة إلى الخضروات والفاكهة داخل المنافس ومعارض أهل رمضان بمحافظة الدقهلية. كل المنتجات والسلع الغذائية واللحوم ويميش رمضان والخضار والفواكه، كل ما يحتاجه المواطن المصري موجود بتخفيضات تصل 30% أمام المواطنين، بنرصدها لحضراتكم الآن من داخل إحدى المعارض الموجودة داخل مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. رصدنا لحضراتكم إقبال كثيف من المواطنين على معارض أهل رمضان بمحافظة الدقهلية. بشكر حضراتكم على المتابعة، كنت معكم من داخل محافظة الدقهلية محمد الحبشي.